ثم أما بعد، فعودا إلى قول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. بينا ما يسر الله جل وعلا من ذلك فيما يتعلق بما طبع الله في قلب آدم من التعليم والعلم والقابلية للعمليتين تعلما وتعليما. فإذا بقي شيء، بل بقيت أشياء كثيرة طبعا من قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، ولكن من أبرز الأمور التي على المؤمن أن يعلمها من ذلك لأنه ينبني عليها عمل، لأن العلم المفيد إنما هو ما ينبني عليه عمل وتطبيق. فلما علم الله آدم الأسماء كلها؟ لسان آدم أي لغته وكلامه الذي تكلم به كان وحيا لا شك في ذلك. فإنما علمه الله جل وعلا وأنطق لسانه لينطق بالذكر والعبادة، فلا وظيفة للسان في سياق التعبد إلا أن يكون العبد عبدا لله حقا بلسانه كما هو كذلك بجنانه وقلبه. فكل اللغة حتى في أشكالها المعاصرة اليوم إنما فائدتها أن يعبد الإنسان ربه بها، وبالمعنى العام لكلمة عبادة أن تنصح، أن تأمر بمعروف، أن تنهى عن منكر، إنما يقع ذلك باللغة، فتكون كلماتك لسانك عبادة لله جل وعلا. أن تعقد عقدا في التجارة مما قد يبدو بعيدا عن مجال العبادة، وتصدق الله فيه كلمة، تكون عابدا لله عز وجل بلسانك وبكلماتك. فعلمت أيها العبد اللسان الأسماء لتكون عبدا لله بتوظيف تلك الأسماء في الحق وفي الصدق. وقبل أن أبين بعض آثار الكلمات في سياق العبادة، وذلك في أجل ما يمكن أن يستعمله الإنسان من كلمات، وهو أسماء الله الحسنى جل وعلا. وقد ورد في بعض التفاسير أن قوله وعلم آدم الأسماء كلها قيل أيضا أسماء الله الحسنى، هذا مما قيل من بين الأقوال الكثيرة الواردة في ذلك مما أشرت إليه من قبل، ولكن أحبها هنا أن أقول كلمة: لما ذكر الله الأسماء ولم يذكر غيرها من الصيغ اللغوية؟ مع العلم أن اللغة فيها أسماء وفيها أفعال أيضا وفيها حروف، وتختلف اللغات في طرائق تقسيم الكلم من لغة إلى أخرى. العربية معروف كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم، ولكن الله جل وعلا ذكر الأسماء وهو يعلم وهو العليم الخبير جل وعلا أن من كلام الناس ما ليس بأسماء وما ليس بصيغ اسمية. فتعبير الإنسان عن حركته الوجدانية أو الجارحية لا يكون إلا بالأفعال. إحساسك إذا أحببت أو كرهت أو حزنت أو فرحت كل ذلك أفعال، فإن لم يكن فعلا فهو في معنى الفعل وهو المصدر. ما غادي شيء نفصل في هذه الأمور هذه لأنها لا تهم الناس أجمعين، ولكن اختاروا من ذلك نتيجته وهو الأسماء. أهم شيء في اللغة على الإطلاق الأسماء، وأول شيء يتعلمه الإنسان أي إنسان في اللغة الأسماء. وعلى الأسماء تنبني الأفعال، وعلى الأسماء تنبني الحروف، وعلى الأسماء تنبني الصفات للذين يقسمون اللغة أيضا إلى صفات في بعض اللغات العالمية. الأسماء أصل اللغات، ولذلك قال وعلم آدم الأسماء كلها. انتبه إلى هذا وتدبر أمر الطفل الصغير حينما يتعلم الأشياء، إنما يتعلم أول ما يتعلم الأسماء الطفل الصغير، ويصعب عليه تعلم الأفعال إلا بعد مرحلة أولى من تعلم الأسماء، لأن الأفعال تدل على فعل واعٍ وحركة، وهذا صعب الاستيعاب تفدين. أما الحروف فمن باب أولى وأحرى، هي أصعب شيء هي الحروف. أما الأسماء سهل، كلمات الأولى التي ينطقها أمي أو أبي، ماما بابا، أسماء. وهكذا ذواليك يلقن أو يتلقن بشكل فطري أسماء ما يحيط به من أشياء ومن أدوات ومن إخوان وأخوات، الأسماء. ثم يتدرج من الحسي إلى المعنوي، وتتأخر المدركات الذهنية عن المدركات الحسية. يعني الأسماء النفسية أو الوجدانية كاسم المحبة
أو غير ذلك يتأخر إدراكه، لأنه أوغل في التجريد وأدق في التصور وهو صعب على الطفل، فيتلقى إذن الأسماء الأبسط فالأعقد بهذا الترتيب. حينما يكون له وعي بالحياة حوله ويزداد نموا وقوة إدراك أيضا، تتركب في لسانه الأفعال ويتحدث عن أنه يريد أن يشرب، يريد أن ينام، يريد أن يلعب. ولكن لاحظوا أنه في البداية بدل أن يستعمل الأفعال فيما هو فعل يستعمل الأسماء، يعني بدل ما يقول أشرب أو أريد أن أشرب، يعني بأي صيغة بالعامية أو بأي لغة، يقول شرب أو ماء، وهو يقصد الفعل ولا يقصد الاسم. يصعب عليه تعلم الفعل في البداية، ليس لأن الفعل أهم من الاسم، لا كلا بالعكس، الاسم أهم. ولنحلل الجملة العربية لنرى في صيغة بسيطة من صيغها البسيطة، فعل وفاعل يكفي حينما يكون الفعل لازما، وإن شئت فمفعولا به حينما يكون متعديا، وأي صيغة هي تعطي هذه النتيجة. كل شيء يستند إلى الاسم. الفعل، نبدأ بالفعل ولنقول استيقظ المؤمن، فلا يتصور في منطق اللغة فعل الاستيقاظ هو الفعل إلا بحركة المؤمن، فلولا المؤمن لما كان الفعل. فالمؤمن اللي هو الفاعل، هو الاسم، هو الذي أنتج الفعل، ولا وجود لفعل بغير فاعل إطلاقا، وإنما الفاعل اسم من الأسماء. وهكذا ذواليك، لا شيء في اللغة إلا وهو مستند إلى الاسم، سواء في الصياغ الفعلية أو في الصياغ الإسمية، في الجملة الإسمية، في ما شئت، في شبه الجملة، في كل الصياغ المرجع في اللغة الاسم، لأن الاسم هو الموجود الأول. فإذا خلقت الذات تحركت أنتجت الأفعال، وحينئذ بعد إنتاج الأفعال يحتاج الإنسان إلى الربط بين الأفعال والأسماء، وهي الحروف. آنئذ الله جل وعلا اسم، الله اسم، اسم الله الأعظم، الأسماء الحسنى، فهو سبحانه الوجود الحق جل وعلا. ثم خلق الأسماء، ذوات، الناس، خلق البشر، كون، أرض، سماء، حيوان، نبات، ما شئت، أسماء، وأعطى هذه الأسماء قدرة الفعل، فكانت الأفعال ثم كانت الحروف. فمن تعلم الأسماء سهل عليه تعلم كل شيء بعد مما يتعلق بتلك الأسماء. وعلم آدم الأسماء كلها، وأعطانا الله جل وعلا الأسماء الحسنى، أعطانا إياها في الحديث الصحيح المتفق عليه البخاري ومسلم، إن الله أعطى، هكذا بهذه الصيغة، أعطى 99 اسما، 100 إلا واحدة، أعطاها لمن؟ للإنسان مسلم، ليتعلق العبد بالأسماء، لأن الأسماء هي الحقيقة، ولأن بها تصل إلى الله جل وعلا من خلال أسمائه الحسنى. الذي شعر بحاجة إلى الرزق تعلق باسم الله الرزاق، الذي شعر بالغلبة والقهر والظلم تعلق باسم الله القهار أو الجبار، الذي شعر بالحرمان تعلق باسم الله الرحمن الرحيم، وهلم جرى، الذي شعر بالاضطراب والوسواس والشك في قلبه نعوذ بالله تعلق باسم الله المؤمن. لا شيء، وأقول لا شيء، في الوجود وفي النفس كليهما إلا وله خيط إلى اسم من أسماء الله الحسنى، علمه من علمه وجهله من جهله. ما يمكنش في يوم من الأيام توقف على إحساس في قلبك أو حاجة مادية في المجتمع ديالك وتقول هادي ما لقيت لهاش من ندوز لله منها من أسماء الله الحسنى، لا تجد هذا. كل شيء، ودير الاستقراء التام للإحساس ديالك والمجتمع حولك، كل شيء وأي شيء وقع أو يقع أو سيقع إلا وله مسلك إلى الله عبر اسم من أسمائه الحسنى أو أسماء كثيرة. فرب الكون جل وعلا الذي خلق وبرأ وهو يعلم ما خلق، حكم هذا الكون وسيره وقدره وقام عليه. الله يقوم على الكون والكون يقوم بالله، وهذا معنى اسمه عز وجل الحي القيوم، يقوم على الكون مقابله. فلا شيء في الكون إلا ولله عليه قوامة، أمرا ونهيا وتسييرا وتدبيرا وتقديرا، من الجامدات
ومن الأحياء ومن الأموات ومن عالم الشهادة ومن عالم الغيب. عجيب فعلا قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا أمر إرشاد وانتداب إلى أقرب مسلك، أقول أقرب مسلك للوصول إلى الله جل وعلا. فادعوه بها، اسأله بالأسماء الحسنى، اذكره جل وعلا بالأسماء الحسنى. وعلم آدم الأسماء كلها. حقيقة أن آيات القرآن كما ذكرت مرارا بصائر تبصر من خلالها حقائق الكون الغريبة والعجيبة، وتجد العارف بالله حقا الذي قيل في الحديث الصحيح: لو أقسم على الله لأبره، إنما يكون ذلك كذلك، لأنه يعلم ويعرف مسالك الصلة بالله، كيف يتصل بالله عز وجل، وكيف يدعوه، وكيف يطلبه، وكيف يستغيث به، لأنه يعرفه. ولا أحد يدعو مجهولا، وإنما المؤمن يدعو معلوما ويسأله. فوجب إذن أن تتعرف على مولاك، كما في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالله إذن علم آدم الأسماء وفي صلبه ذريته إلى يوم القيامة، أي علم آدم وذريته، وفي صلبه ذريته أي علم ذريته إلى يوم القيامة الأسماء كلها. كما علم آدم الأسماء كلها، علمت أنت أيضا، ولما تزل في غيهاب الغيب في عالم الذر. ونقرأ الآية دائما: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فقال: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن علمتم أنتم أيضا الأسماء كلها، فما عليك إلا أن تفتح قلبك وتقوم بنفض الغبار عن نفسك وصقل مرآة الروح لتعكس أنوار النور جل وعلا، وتبصر آنئذ فتكون من المبصرين، وتجد المسلك إلى الله عز وجل واضحا في القرآن، في كلام الله سبحانه وتعالى. هذه الآية وعلم آدم الأسماء كلها هي من أعظم الآية في القرآن، طبعا ليست أعظم آية ولكن من أعظم الآية في القرآن، ولها صلة وثيقة جدا بتوحيد الله، بل بأسرار التوحيد التي أودعت في آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن العظيم. تعليم آدم الأسماء وبهذا الاستغراق كلها هذه العبارات، كان يمكن أن يقول وعلم آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة، قال كلها مسالك الوصول إلى الله جل وعلا جميعا هيئت لآدم وبنيه وفضل بذلك على الملائكة. لأن يعني بهذا التعليم الخصوصي أمرت الملائكة بالسجود لآدم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقلنا: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ومن غيب السماوات والأرض ما لقنه آدم من أسرار، هذه ماشي أشياء يعني باطنية، كلا، وإنما هي معان تنطق بها الآيات نطقا وتفصح عنها الأحاديث إفصاحا. في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: وعليك بالذكر وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وبدنك في الأرض. شيء عجيب، روحك في السماء، أنت أيها العبد السائر في ذرة وهي الأرض، سائرة في تيه عظيم من النجوم والمجرات، ترتقي وتتصل بالملأ الأعلى وصولا إلى الله جل وعلا وخرقا لتلك الطبقات والمسافات من السماوات، فتكون أقرب ما تكون من ربك، كما في الأحاديث الكثيرة متواترة المعنى: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. والمناجاة حديث المحبة قربا وليس بعدا، والتقرب واسجد واقترب. الروح إذن جعل لها مسلكا موصلا بالله جل وعلا، ومن هنا كان ولي الله الحق
ماشي أولياء الخرافة والدجل، وإنما الأولياء الحقيقيون الذين أظمأوا نهارهم وأسهروا ليلهم وذكروا الله كثيرا فكانوا من السابقين، كما في الحديث الصحيح سبق المفردون. قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ذكر الله الحق الذي يفتح لك الباب لتشاهد جمال النعم وهيبة السلطان في الملكوت وفي الأكوان بكلمات من القرآن الحكيم ومن السنة الثابتة الصحيحة، واحذر أن تخرج عن ذلك، فإن هذا مزلق زلق به كثير من العباد قبل، فبدل أن يكونوا أولياء للرحمن وجدوا أنفسهم أولياء للشيطان والعياذ بالله. وقرأ قول الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، استدراج، يسير الإنسان على الطريق فيأتيه الشيطان في الطريق ويزين له مخرجا آخر على غير هدي الكتاب والسنة، فإذا انخدع به زل وضاعت منه أحواله وانحط عن مقاماته وأعرض ربه عنه والعياذ بالله. كلمات القرآن وعبارات السنة هي العاصم الذي يعصمك من الفتن، من فتن العبادة، والعبادة لها فتن. يفتن الإنسان بالغرور فيظن أنه قد فعل وفعل، وهذه فتنة خطيرة، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ويفتن الإنسان بالناس، يقولوا فلان شيخ صالح أو العالم الفلاني قال، ويعطيك من الأقوال ما لا دليل عليه من كتاب الله وسنة رسوله، فإن اغتررت بأحواله ضاعت منك أحوالك، لا يغرنك أحد كان من كان ما دمت قد وضعت يدك على كلمات القرآن وعلى عبارات الرسول عليه الصلاة والسلام، فسر بها ومن خلالها إلى الله جل وعلا، فتلك هي الأسماء التي علمها آدم فطرة، وعلم آدم الأسماء كلها، ومن هنا كانت الأذكار في الإسلام جملا ترتبط بالأسماء. الأذكار ذكر، كل الذكر في الإسلام مرتبط بالأسماء، أسماء الله الحسنى، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، وما دون ذلك وقبله وبعده من الكلمات. ذكرت هذه لأنها هي المشهورة المتواترة لفظا تواترا بأشكال مختلفة، هذه الأذكار مشهورة جدا في السنة، ولها أيضا صيغ في القرآن، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله أيضا، وإلا ففي ذلك كلمات كثيرة، منها العبارات القرآنية كدعاء يونس، ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كل ذلك مرتبط بالله وباسمه الأعظم. سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي، كله تمجيد لله من خلال اسمائه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، فيه اسم الله الخالق وأنا عبدك، فيه توحيد الألوهية وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، فيه أن الله أخذ من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، وفيه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. سيد الاستغفار جمع من معاني القرآن ما لا يخطر على بال إنسان مسلم، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء كله اسماء الله الحسنى وصفاته العلى، إنعاما منعما إلى غير ذلك. هذه الصيغ القرآنية والنبوية هي أسرار مفاتيح الكون لمن يبصر، وكل انحراف عنها إما أن يؤدي إلى درجة الصفر أو تحت الصفر. تحت الصفر يعني أن الإنسان والعياذ بالله يحبط عمله، لأنه قد يقصد الذكر بصيغ فيها شرك، فإذا به بدل أن يكون من الموحدين يصبح من المشركين والعياذ بالله، أو على الأقل أن يكون قد ذكر الله جل وعلا بما لم يشرع، فإن لم يكتب له وزر لا يكتب له أجر، وإن كان نطق بعبارات مستقيمة وكان له بذلك أجر. عبارات ممكن تذكر الله بما ليس في كتاب الله وما ليس في سنة رسول الله لفظا، ولكن معنى مش مشكل، ولكن لن يبلغ أبدا.
هذه اللي ما خصكش تخرجها من بالك وتحيدها من بالك، لن يبلغ أبدا الصيغ القرآنية والسنية. ما اختار رسول الله حينما اختار صيغته إلا وحيا أو إلهاما أو معرفة ومشاهدة، فذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أنزل الله جل وعلا ذكرا في القرآن، والقرآن كله ذكر، إلا لحكمة وإلا لسر من الأسرار. والكون كله بدءا بنفسك التي تظن أنك تعرفها ولا تعرف منها شيئا، وانتهاء بعالم الملكوت، بدءا بنفسك وانتهاء بعالم الملكوت كله، أي الكون كله أسرار. عالم الغيب أسرار، نعم أسرار، هذا مجمع عليه. وعالم الشهادة هو أيضا أسرار، وهذا الذي يغيب عن كثير من الناس. نظن أن الأشياء التي تحيط بنا أشياء عادية إطلاقا، لا شيء عادي في الكون ولا في الحياة. وتأمل إن شئت، أبسط الأشياء، أقرب الأشياء إليك، عجائب وغرائب، البدهيات، الأمور اللي كتظن أنها بسيطة وعادية، لو تأملتها لوجدتها أغرب من الخيال. وهي معك، بل هي فيك، أعضاؤك، نفسك، إحساسك، حياتك، كيف ولدت ومتى ثم كيف ربيت وكيف تقلبت أحوالك. قنسان غير يقرأ السيرة الذاتية دياله في الذاكرة وبدي تعجب. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والإنسان هو الإنسان، وترى الإنسان في حالة من الضياع والشرود والكفر أو العصيان والتمرد على الخالق، وإذا به بين عشية وضحاها تجده بالمسجد قد تاب لله، راكعا ساجدا باكيا ندمانا أسفا. مما تحكيه كتب السير أن فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ضربها في اللطمة المشهورة في السيرة، ثم ندم الساعة عن فعلته وعلم أنها مهاجرة مع زوجها إلى الحبشة، فقال لها كلمة فيها لين، كأنه دعا لها بالسلامة، اصحبكم السلامة. فلما دخل زوجها قالت له ما فعل عمر من عنف وشدة، ثم قالت إنه قال كلاما وإني لأرجو إسلامه. عجيب، ماذا قال لها زوجها؟ طبعا زوجها يستبعد ذلك، قال لأن يسلم، لأن يسلم حمار ابن الخطاب أولى وأحرى أن يسلم ابن الخطاب. هذا يسلم؟ عمره ما يسلم، لأنه يعلم شدته وعنفه وجبروته وجاهليته في جاهليته. ثم كان أن أسلم عمر بن الخطاب وأعز الله به الإسلام. هذا ما معناه؟ معناه أن النفس عالم غريب، والأحمق هو اللي يحاكم شي واحد بما يظهر من فعله. ولذلك وجب على المؤمن ألا يصادر شخصا كيفما كان هذا الشخص، ما دام على الأقل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما تدري، ما تدري، كما قال الله جل وعلا وما يدريك لعله يزكى. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما كان يدعو الناس إلى الإسلام بدأ الأمر، وكان في مجلس مع كبار الكفار من قريش، منهم من أسلم ومنهم من لم يسلم، وفي جلسته تلك لم يقبل منه أحد، فواحد اللي بغى يسلم ليه في هذه اللحظة، منهم أبو سفيان وأبو جهل وفلان وفلان، غير هذوك القيادات الكبرى ديال الكفر. في تلك اللحظة جاءه الأعمى ابن أم مكتوم يدب بعكازه ويقول له يا رسول الله علمني مما علمك الله. كان أنا إذن مسلما، ابن أم مكتوم من أوائل المهاجرين، هو الأول هاجر مع مصعب بن عمير، مصعب الخير، ف يعني هو من قريش ابن أم مكتوم، كان في المرحلة المكية. النبي صلى الله عليه وسلم شاف فيه واحد شوفه بحال قال له ماشي في هذا الوقت جاي متقل عليا، في هذا الوقت ماشي دابا، ولم ينطق بكلمة ولكن عبس في وجهه. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر ابن أم مكتوم، أعمى ما شاف والو، ولكن الله رآه فأنزل قوله عز وجل عبس وتولى، عبس ودور عليه وجهه، أن جاءه الأعمى، ثم قال له سرا، وهو قوله تعالى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. علاش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام آنئذ كان يريد القيادات
أما أعمى ما عنده ما يدير، هذا المعنى اللي في قلب سيدنا محمد وما تكلمش به، ما قال حتى واحد، ولكن كيدور له في خاطره، يريد كما قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوه. إلى ربح عمر ولا ربح أبو سفيان ولا ربح أبو جهل راه تبعوا قبيلة ماشي سهل، واحد خير له من مية، فهو يعني ماشي يعني شاف هذوك الناس يعني الكبرياء ديالهم لا إطلاقا، ولكن يريد مصلحة للإسلام ويقوم على منهج تربوي سليم، وهذاك هو الحق اللي بغى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما تزربوش، ما تقولش واش الله ما عندوش الحق، لا، شي هذا هو المقصد، يعني أن المنهج صحيح، ولكن اش وقع؟ غلط في الأعمى يسحب له ماشي من ذاك النوع المجهد، هل اللي وقع بالضبط. أما ما يقصده النبي عليه الصلاة والسلام من البحث عن الطاقات والقيادات والعبقريات كما عبر في الفكر الإسلامي الحديث، وأيضا في لم أرى عبقريين فريفري حتى في الحديث، فذلك صحيح. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسلم شخص من الأعيان أوكل إليه أمرا جللا، كما وقع لأبي ذر الغفاري حينما أسلم، قال له سير قبيلتك ولا تأتني حتى يبلغك أمري أو حتى يظهر أمري. فذهب أبو ذر إلى قبيلته، ومن بعد ما وصله خبر الهجرة جاء بقبيلتين، قبيلة غفار كلها مسلمة جابهم، وقبيلة أسلم كانت جارتهم، واحد جاب جوج، بالنسبة لذلك الزمان جاب جوج دولات، لأن القبيلة دولة ذلك الوقت، جاب جوج دولات، واحد أمة واحدة كان يريد امثال هؤلاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وما كان يحجر الإسلام على أحد، ماشي ما بغاش يعطي الإسلام للجميع، بالعكس كان معه بلال، يعني الضعاف ديال القوم كلهم معه، ولكن كان يريد أيضا قيادات تختصر له الطريق وينتفع بها الإسلام. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، لأن لا تطيح واحد لجنبه طاح نصف قبيلة قريش مشات، وهذا الذي حصل حينما أسلم ابن الخطاب رضي الله عنه 50% في قريش طاحت. فجاءه الأعمى من خلفه يسأل علما، فظن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأعمى ليس من هذا العيار، مش من هذا الوزن ديال أبو سفيان وديال أبو جهل، فأنبأه الله من فوق سبع سماوات. وما يدريك شكون سيق لك الخبر، هذه نفس بشرية ما تعرف أش يطلع فيه، ما تعرف أش يطلع فيه، وما يدريك لعله يزكى. كلام سر دار بين رب العالمين وسيدنا محمد، لم يقع في ذهن أحد إلا في قلب محمد عليه الصلاة والسلام، داك الشيء اللي في نيته طلعوا ربي وجاوبوا على نيته وحد ما ساق الخبر. عجيب هذا القرآن، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وهذا الذي حصل، من بعد كان الأمير يعني نائب رئيس الدولة باللغة المعاصرة هو ابن أم مكتوم، إذا خرج غازيا بالجيش خلف بعده أميرا على البلاد والعباد ابن أم مكتوم، يخليه الخليفة دياله. ثم أنزل الله عز وجل عذر الأعمى والأعرج عفوا عن القتال، ولكنه مع ذلك كان قلبه يشتاق إلى الشهادة في سبيل الله، ابن أم مكتوم والقتال والجهاد وهو أعمى، صور كيفاش الأعمى يقاتل ويهز السيف، ماشي حتى القتال بحال ديال هذا الوقت، من كله يضرب من بعد سيف. وجاءت معركة القادسية زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خلافة المسلمين ديال سيدنا عمر، وحضر قتال المسلمين للفرس في المعركة المشهورة التي أسقط الله فيها نظام الكفر من عباد النار في إيران القديمة فارس. وقال لفتيته ابن أم مكتوم، قال لهم إني سأخرج معكم وإني رجل أعمى لا أفر، بيلهم وجه القوة اللي ما عندهمش هما، كاين غير عند العمى، إني رجل أعمى لا أفر فحملوني رايتكم واجعلوني بينكم، أنا ما نعرف نضرب ما نعرف ندير والو، ولكن أعطوني الراية ودوري لفوسطكم باش تحميوني، وظيفتي حمل الراية، لأن الراية قديما كانت هي العامل النفسي أو الحرب النفسية، ما حد الراية مهزوزة، إذن الجيش في تقدم، وإلى هربوا الراية 50% ديال الجيش كطيح النفسية ديالو أو إلى ماتوا تقتل. فقال لهم إني رجل أعمى لا أفر، يعني إذا كان جيش العدو له أشياء غريبة مرعبة أو حتى انتصر على المسلمين أو فر المسلمون لا قدر الله، أنا ما نعرفش نهرب، فسر قوتي في عماي، أنا غير نشد العصام بقى واقف. وخرج كذلك وقاتل المسلمون تحت راية الأعمى حتى انتصروا وأهلك الله بهم الكفار
ثم بحث عنه فوجد مقتولا بين طعنة برمح وضربة بسيف لا أثر له، شتته الكفار شهيدا في سبيل الله، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وما يدريك، السؤال الإنكاري العجيب. فكان رسول الله كلما لقيه قال له مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، انت اللي ما كنت تطيح لي على البال، هذه القوة اللي عندك، وما يدريك. ذكرنا ذلك كله استطرادا مفيدا إن شاء الله لعمق النفس الإنسانية. الكون عميق بدءا بنفسك، انت ما تعرفش القدرة ديالك، وشحال من حاجة كدير مواقف ما تطيحلكش على البال وتقول مع راسك ليكون قالوا لي الناس دير هذه نقول ما نقدش نديرها. ولكن حينما الله عز وجل يفتح لك مغاليق الأشياء تقوم بالعجائب وتتعجب ممن؟ من نفسك. أنت تولي متعجب في راسك لأنك لا تعرف نفسك. أسماء الله الحسنى مفاتيح، مفاتيح لنفسك ولمجتمعك وللكون حولك، تفتح لك أبواب فتكون من المبصرين. فتعلق إذن بهذه الأسماء فإنها سر، بل هي أسرار، استعملها في ذكرك في دعائك، وعض على عبارات القرآن منها بالنواجذ وكذلك عبارات السنة. لا يليق بالمؤمن الذي أعطي كل هذه الكنوز فطرة ثم وحيا، رب العالمين شحال سبحان الله العظيم، يعني سهل لنا وعلم آدم الأسماء كلها، أعطيت هذه المفاتيح فطرة في ظهر أبيك من اللي تولد، ركت تولد عندك القابلية ديالها، وإنما الذي يقع لك أنك تتذكرها. فذكر، إنما أنت مذكر، والقرآن كله ذكر، ذكر، وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر يذكرك بالعهد الأول. وإذا أخذ ربك من بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم، العهد الأول مذ كانت الأنفس ذرا في ظهر آدم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتابعه على ذلك تفصيلا وتفسيرا تلميذه ابن القيم، بأن الإنسان، كل الإنسان يولد مؤمنا، مؤمنا وهو الحديث، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي الصحيح أيضا خلقت عبادي حنفاء، الحنفاء جمع حنيف، وفي العربية الحنيف هو اللي مايل. في البداية سبحان الله مدة هذه كنت متعجب، علاش سيدنا إبراهيم تسمى حنيف، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين وما كان من المشركين حنيفا، مع أنك بل الدين مستقم مش معوج، اهدنا الصراط المستقيم. فإذا به بعد ذلك بهذه الآيات وبهذه الأحاديث التي لم أكن قد عثرت عليها من قبل بهذا الشكل العجيب، أجد أن هذا الميل هو جذب، هل جذبية رب العالمين خلق العباد، ولكن كاينين الشياطين ذرية إبليس، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم خدامين، فاجتالتهم الشياطين جبدتهم لعندهم. ولكن الجاذبية الأولى ديال رب العالمين، يعني ماشي بنادم زعما راه غادي في الوسط، بمعنى هذه الكلمة المعاصرة اللي يستعملوها الناس اليوم محايد إطلاقا، بنادم ما كيتزاد شي محايد، كيتزاد مجبود للجهة ديال رب العالمين، حنيف باش يسهل عليك الله تعالى. من اللي خلقك ما دارك شيء، يعني ما تعرف لا الله سبحانه وتعالى ولا الشيطان، زعما راك في الوسط بهذا المعنى ديال الحياد، ماشي بمعنى ديال الوسط القرآنية، هذا كلام آخر. لا، بالتكافؤ الفرص ما كاينش من البداية، عندك دعم إلهي ابتدائي يعني من البداية، والشيطان محقور من البداية، أنت حنيف مجبود لعند رب العالمين، جاذبية الخالق سبحانه وتعالى مطبوعة على فطرتك، كل مولود يولد على الفطرة. شوف التعبير شحال دقيق، قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وما قال شيء أو يسلمانه، لأن الأصل فيك أنك منجذب إلى الإسلام أصالة، ثم بعد ذلك جذبك جذبة أخرى بالوحي بالذكر، القرآن يذكرك بالفطرة الأولى، يقول لك رد بالك رانا طبع بعد في الدين ديالك وفي الخاطر ديالك وفي النفس ديالك الطبع الأول ديال الإيمان، ويأتيك الذكر ليذكرك بأصلك الإيماني. ذلك شيء عجيب حقا وسر غريب حقا. فحينما يعصى الإنسان ربه يكون ظالما، ولهذا سمي العصيان ظلما، ظلم، تظلم نفسك وتظلم الحق
تظلم الحقيقة. من هنا إذن كانت هذه الأسماء مفاتيح لتبصر هذه الحقائق وتبصر انجذابك إلى الله وميلك إلى الله، وذلك هو الصراط المستقيم. كونك حنيفا أي منجذبا إلى الله، مش عوج، لا ما عندهش علاقة بالعوجية، حنيف مائل إلى جهة الخير، وذلك هو الاتجاه الصحيح، هو الصراط المستقيم. قبضت طريق سيار إلى رب العالمين مستقيم، لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، مستقيم. الذكر إذن بهذا المعنى، إذا أخذته من القرآن، اقرأ من القرآن ما شئت فأنت ذاكر لله، وإذا ناديت الرحمن الرحيم رب العالمين فاجعل مفاتيحك إليه وطرقك أبوابه، اجعل ذلك كله أسماءه الحسنى سبحانه وتعالى، أسماءه الحسنى المنصوصة في غير ما موطن من القرآن والواردة في غير ما حديث من السنة، وارحل إلى مولاك عبر الأسماء، تكن بإذن الله من الواصلين. ذلك بعض التفسير، بعض التفسير لقول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. نخلص إلى شيء آخر متفرع عنه، وهو الذكر المشتهر المشهور مما أشرت إليه قبل من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، فكل ذلك إنما هو كما بينت مرتبط بأسماء الله الحسنى. ثم فيه شيء عجيب، أنك من خلاله جميعا تقر بعبوديتك لله، وهذا سر من أسرار الذكر. إذا انتبهت إليه وتذوقته وأنت تذكر الله كنت من المشاهدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسأختصر الكلام اختصارا، في الحقيقة إن شاء الله في لقاءات مقبلة بإذن الله قد أعطي لكل صيغة حصة كاملة وما تكفيهاش، لأن فيها فعلا من أسرار الملك والملكوت ما يعجز اللسان عن الإحاطة به. فأما قولك سبحان الله فهو لفظ فيه أمران، الأمر الأول توحيد الله جل وعلا، الأمر الثاني الإقرار بالعبودية. وقبل أن أبين هذا أقول لم يرد في السنة ذكر الله جل وعلا بكلمة مفردة غير مبنية على جملة، لا تالله هذا الشريعة اللي فيها. وأقول بكل صراحة وبكل هدوء أن هذاك الذكر الله 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 لا أصل له، ونقول لكم علاش إن شاء الله. لأن سر العبادة في الإسلام واقع بهذين الأمرين بل باجتماعهما، ولا يصح شيء في العبادة إن لم يحضر معا توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، ثم توحيده في ألوهيته. أما توحيده في ربوبيته فهو يرجع إلى تنزيه ذاته في ذاته، أنا نزيد نشرح هذا الكلام. وأما توحيده في ألوهيته فيرجع إليك أنت إلى قلبك، وهو تفريغ القلب مما سوى التفريد والتمجيد لله الواحد القهار. إلى غاب النص من هذا ما كيبقاش الإسلام في خطرة كاع في المعنى، لأن كفار قريش كان عندهم توحيد الربوبية، وهو اللي كيديروه بعض الناس الله الله، كيديروا توحيد الربوبية، ما عندهم شيء توحيد الألوهية، إذن ما كاين والو. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غاب عليه يعني سبحان الله عز وجل، وحاشا أن يكون كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، غاب عليه يعني واحد الطريق مختصر وعطى المسلمين الطريق الطويلة البعيدة. لا يقع هذا من دين الله في شيء، بل بالعكس أعطانا الطريق المختصرة ولكن الناس لا يبصرون. هالمشكلة الناس ما كتبلهمش الحقائق في كثير من الأحيان، وإنما يبصر من بصره الله، وإنما الموفق من وفقه الله. حقيقة أنه بعض الأحيان اللي كتعطى هذه الأمور ديال توجيه بواحد لغة متشنجة كتعطي رد الفعل، وهذا هو للحق العقيدة الصحيحة والذكر الصحيح الأذن اللي وصلوا من الفم ديال الناس اللي كيتكلموا به كيطلقوا العافية حقيقة، وكيعطي رد الفعل العكس، كيعطي العكس في البلاد والعباد. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان مربيا، كان معلما، ولم يكن بصيغته معنتا ولا متعنتا. أهل بيان، وإنما الموفق من وفقه الله. تا واحد ما عنده السوارت ديال القلوب
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يعطي الأمة ذكرا إلا في جملة. كاينش شي ذكر ما عندوش الجملة ديال، إما جملة فعلية أو جملة اسمية، لا بد من الجملة. علاش؟ لهذين، لأن الجملة فيها اسم، لا بد الجملة ما يكون فيها اسم، ما كاينش الجملة اللي ما فيهاش الاسم إطلاقا، إما في صيغة المبتدأ أو صيغة الفاعل، يعني على المستوى النحوي وعلى المستوى الوجودي. الكلام هذا غرق بزاف، مشى مع راه مشى معاه، ولكن اللي ما مشاش معاه يمشي ان شاء الله الرحمن الرحيم بواحد الشكل كافي. لما الاسم؟ لان الله جل وعلا هو الاسم. ثم كاين الفعل، لان الفعل هو انت، انت تعبد، انت تسبح، انت تستغفر، لا بد من انتاج الفعل تجاه الاسم الله جل وعلا. ولذلك كانت الجمله ضروريه حتى واخا تكون مبتدا وخبر. معنى الفعل بالمعنى ماشي اللغوي، الوجودي حاضر كما قلت في المصدر، المعنى ديالو فعل ماشي اسم. وهكذا استقرئ الذكر في الاسلام كله جمل فيها عابد ومعبود، فيها رب ومربوب، ضروري. اذا كان الرب فقط فاين العباده؟ واذا كان المربوب فقط فاين الرب؟ لا بد منهما معا. وذلك هو المعنى التعبدي التربوي ديال اجتماع توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لمن يبصر التوحيد حقا. الذكر هذا هو السر دياله، بهذا باش وصلوا الأولياء الذين كانوا في الزمان والمكان، الذين قال فيهم في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. علاش؟ هذا ديالي، هذا ديالي من أهل الله وخاصته، كما في حديث آخر صحيح الإسناد: أهل القرآن أهل الله وخاصته. إذا كانوا أهل القرآن حقا، هذه المرتبة التي أبصرها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في أبي موسى الأشعري، وقال فيه: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. ولاية حقيقية. المؤمن اللي بصير ما ينكرش هذا الشيء، ما ينكرش الكرامات، ينكر الخرافة. يكونش الإنسان بين قوسين هذه العبارة متطرف فعلا، ويخليك رد الفعل عن الخرافة تنكر الحقائق الإيمانية، كلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود واخذ الاحتياط، هما الدين ديالهم عمرو بن خريف، ولكن قال لك عنده يكون شي حاجة ديال الحق بقية في دينهم. وقال فيما قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. علاش؟ لأنه إذا صدقته أخشى أن تصدق بباطل، لأن بدلوا الدين ديالهم، وإذا كذبته أخشى أن تكذب بحق. علاش قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام؟ لأنه وقعت له صلى الله عليه وسلم، حدث اليهود أهل المدينة، اليهود حدثوا أهل المدينة من المسلمين، حدثوهم عن عذاب القبر. هذيك الساعة سيدنا محمد مازال ما عندوش الوحي ديال عذاب القبر، مازال ما فخباروش. اليهود فخبارهم من دينهم القديم، جاءوا الصحابة قالوا: يا رسول الله أنعذب في القبر؟ إن يهودا تقول بعذاب القبر. قال: لا، إنما العذاب بعد الحساب. يعني داكش المعطيات اللي عنده في القرآن، بديك الآيات اللي كانت نزلت لحد تلك اللحظة، والأحاديث الوحي من الصيغ الحديثية أو المعاني الحديثية الذي ورده لتلك اللحظة، نزل ما عندهش خبر بعذاب القبر، فأنكر عذاب القبر، وهو جزءون فرع من فروع العقيدة الإيمان بعذاب القبر. ولذلك في التشهد كان كيوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من أربع، من بينها عذاب القبر: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، عذاب القبر. ثم نزل جبريل وقال له: إن عذاب القبر حق. فرجع إليه قال له: ما جيو كاين عذاب القبر. فقال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. إن عود لابد تصدقوهم تعمروا الدنيا بالإسرائيليات بالخريف، لأنه عمروا الكتب ديالهم بالخريف والدين ديالهم عمروا بالخريف، ولكن يمكن تكون عندهم بعض الحقائق، فإنهم كانت فيهم غرائب. ذكرت هذا كله حتى لا يقع الإنسان في الغلو عند إنكار الحقائق الإيمانية التي اختلطت بها الخرافة. نقي الخرافة لوحها جنب وشد الحقائق الإيمانية. من ذلك ما نحن فيه من الولايات مما نذكره والكرامات والخصوصات، لكن بالمعنى القرآني السني، ماشي عاود نخرج للباطنية سلفة التي أدخلها الزنادقة من كفار المجوس إلى الإسلام، وقالوا إن للقرآن ظاهرا وباطنا. المسلم كيس فطن، كيس ما كيهرس حتى حاجة، كل حاجة يحطها بالقاعدة، وكذلك الدين كيهزو بالقاعدة ويحطو بالقاعدة، كيس فطن كيرد البال
ما يزربش يحكم على الأشياء ولا يتصرف برد الفعل. القرآن له أسرار حقيقة، ولكنها ماشي أسرار مغلقة مطلصمة، لغة الطلاسم لا وجود لها في الإسلام. حقائق وأسرار نعم، ولكن ممكن مشاهدتها لكل، أقول كل من صافت سريرته، أي واحد في المسلمين صفات السريرة ديالو سيكون من المشاهدين. والولاية ما كتوردش وما كتعطاش باللي بغى، هذا بغيتو نعطيه، هادشي ما كاينش، هذه خرافات فعلا. أي مسلم صفت سريرته وأقبل على كتاب الله بصدق وذكر الله جل وعلا مخلصا له فتح الله له الأبواب. هذا الدين ديالنا، الدين ديال الجميع. ولذلك أنكرت من قبل وما زلت أنكر على الذين يزعمون خصوصات في علاج الصرع والجن وما يزعمون من ذلك. أسلوب الذي يتصرفون به مخالف للشريعة، يقول لك هذا معطية له، ما عندناش حاجة معطية في الدين. كل الناس أي واحد صفت سريرته وصدق مع الله جل وعلا وقرأ ما قرأ من القرآن كان إن شاء الله ذلك القرآن شفاء معنويا وماديا، إن شاء الله، فإن لم يشاء فلا يقع شيء. وكتقاد الحمد لله، ماشي يجي واحد يبدأ يفهم علينا أنه عنده أسرار دياله وخصوصات دياله، فهذا لا يقبل في منطق الحق ولا في منطق الشريعة إطلاقا. دين الإسلام للناس كافة، هكذا الآيات، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، بظاهره وبباطنه، بعلانيته وبسرائره، كل شيء مفتوح. وإلا بأي منطق يحاسب الإنسان إذن يوم القيامة إذا كان الدين فيه الحاجة اللي مخبية؟ ما كاين حتى حاجة مخبية. كاين انت واش كتشوف ولا عندك الضبابة في العينين؟ هذا نعم. رحم الله محمدا إقبال شاعر الهند، قال واحد كلمة لطيفة جدا، هي رمزية. تأمل في القصة ديال سيدنا موسى حينما تجلى له نور الله جل وعلا بجانب الطور ليمن، نور الرحمن الذي حسبه موسى نارا. فتأمل هذه القصة محمد إقبال وقال كلمة في بيتين من الشعر، إشارات. قال: تجلي النور فوق الطور باق، تجلي الرباني نور الله عز وجل فوق الطور اللي هو الجبل ديال سيناء باقي. هو ما كيقصدش الظاهر ديال الخطاب، كيقصد المعنى، سأفسره بحول الله. تجلي النور فوق الطور باق، فهل بقي الكليم بطور سيناء؟ موسى واش باقي تما ولا ما باقيش؟ يعني تجلي القرآن وأسرار القرآن وأنوار القرآن التي تجلت على صحابة رسول الله فشاهدوا ما شاهدوا من الحقائق وارتقى إيمانهم إلى درجة اليقين وإلى درجة الصديقية، ذلك التجلي باق إلى اليوم. هل أنا وأنت باقون على عهد الصحابة أم أننا خوينا الموضع؟ هذا السؤال. هو نور القرآن ضرب الضوء ديالو في كل مكان، أنت أتبصر هذا النور أم لست تبصر؟ أم انطبقت عليك آية القرآن وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ قضية بصيرة. صفي بصيرتك وخذ عهدك، اقطع عهدا على الله عز وجل، اقطع عهدا مع الله جل وعلا على نفسك أن تسير إليه. إذا وفيت فإن الله لا يخلف الميعاد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من التوابين، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.